احنا تنتفاجئوا اليوم بعد القرارات ديال المنع، لاننا كنا تنظنوا من بعد الجلسه ديال البرلمان اللي بالفعل كانت ديال القاسم الانتخابي، الحكومه راه شرعنات بطريقه مباشره جميع التجمعات واللقاءات، لانه في هذاك اللقاء بالضبط اللي كان في البرلمان ما كان لا احترازات وقائيه ولا تباعد، كان التلاصق الحقيقي اللي شناه كمغاربه، وبالتالي ان هذاك اللقاء في حد ذاته هو اللي شرع للجميع انهم يكونوا. كيف قال السي المحيني اليوم، غير حنا في النواحي ديال الدار البيضاء، الشعبانات اللي تيداروا في النواحي ديال مرشيش اليوم شكون اللي تيغطي عليهم؟ شحال تيداروا هاد اللقاءات هادو؟ اذا حنا ما يمكنش نجيو ونمنعوا واحد اللقاءات اللي هي لقاءات تواصليه، الهدف منها اننا نوصلوا باش هاد الناس يوصلوا اشنو هما الهموم ديالهم والمشاكل ديالهم. اليوم اللي كان ممكن انه في قاعات نديروا تظاهرات، نديروا عقائق اللي بالفعل تتقام اليوم، نديروا حفلات واعراس اللي تتقام اليوم، تنجيو تنديروا هذه الطريقه ديال المنع اللي ولينا اننا اليوم ولات عندنا موضه، ولا المغاربه نهار تيوصل الشهر ديال حاله الطوارئ تيقول لك راه تمديد حاله الطوارئ، تمديد حاله الحجر الصحي، ولينا تنتخباو فيها باش ما ناخذوش مواقف كحكومه ونوصلوا الانتخابات بهذه الطريقه هذه في الوقت اللي قطاعات تاكل العصا. اليوم منعنا في هذا النهار البارح تنمنعوا اللقاء ديال 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 الممولين، في اليوم مع الصباح تيجي المنع ديال اللقاء ديال صحاب الطاكسيات في الوقت اللي بالفعل اننا كاتحاد العام مقاومه المهن في هذا القطاع بالضبط كنا واضحين وكنا ضد هذه السياسه ديال اقتصاد الريع، وقدمنا مقترح ديال الاتحاد العام مقاومه المهن مع الاتحاد الوطني، وقلنا راه ما بقاو عندنا اعضاء ديال جيش التحرير وما بقاو عندنا مقاومين لان الناس راه ماتوا، قلنا اننا نعطيو واحد 10000 درهم كل رخصه تعطيها في اطار واحد الضريبه اجتماعيه تخصص لمن؟ لهاد الارامي اللي باقي، تخصص لمن؟ للمعاقين، تخصص لمن؟ للجنود، ولكن ما نبقاوش غاديين في السياسه ديال الريع ديال الجنرالات وديال الشيخات وديال 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 اللي تستافدوا من المأذونيات، قلنا هاد المأذونيات يتعطاو الناس ديالهم في اطار واحد هاد السيد اللي عنده رخصه ديال الطاكسي تفرض عليه واحد الضريبه اجتماعيه ديال 10000 درهم في السنه، ونقدروا اننا نديروا فيها واحد 3000 درهم اللي ممكن اننا نعطيوها لهاد الناس هادو اللي كمعاقين اللي محتاجينها، ونحيدوا لواحد مجموعه ديال الامور، ننظموا القطاع في واحد التنظيم اللي هو حقيقي. ولكن اش دار السيد الكاتب العام ديال وزاره الداخليه؟ مشى اجتمع مع واحد الفئه وقصى فئه واسعه اللي تثبت القاعده الحقيقيه ديال مهني قطاع سيارات الاجره، والناس ما بغاو يجتمعوا ياخذوا القرار ديالهم تنجيو تنمنعوهم. اذا لا بقينا غاديين بهذه السياسه ديال المنع، هذه السياسه اللي بالفعل انها تتحاول الحكومه انها تخبى من وراها، فاننا حنا راه كنكونوا كاتحاد العام مقاومه المهن اليوم، حنا كاتحاد اللي بالفعل اننا تنعملوا على تأطير جميع القطاعات المهنيه في اطار القانون، في اطار واحد المجموعه ديال الامور. اليوم بحال تنقولوا لهاد القطاعات راه ما بقى تأطير، ما بقى حتى شي حاجه اللي عنده شي مشكل غادي يخرج للشارع، وهادشي هو اللي ما بغيناش، لان اليوم القرارات الحكوميه هي ضد التوجهات الملكيه باش نكونوا واضحين. اذا كان الملك تدعي للحريات، تدعي للديمقراطيه، تدعي الاحزاب السياسيه والنقابات باش تقوم بدورها في التكوين والتأطير، فاليوم كاينه جهات اللي تتحاول تريب هذه التوجهات الملكيه الحقيقيه، تتحاول تكون ضدها، تتحاول انها توجه القطاعات المهنيه لشي توجيهات اللي بالفعل اننا كلنا اليوم ما بغيناش اننا نوصلوا لهذا الملح هذا. اليوم تنمنعوا الممولين، غدا تنمنعوا اصحاب الطاكسيات، بعد غدا تنمنعوا القطاع ديال المقاهي، وهاد الناس كلهم قطاعات اللي بالفعل انها متضرره. اليوم الحكومه ما تتاخذش واحد القرارات اللي هي داعمه للقطاعات الاقتصاديه الهشه. ما معنى انني تنجي تنسعد اليوم مع الثمانيه تنقول الناس سدوا لي ستاك عارفين هما تيبداو يخدموا حتى السبعه ونص ثمانيه عاد تيبدا العمل ديالهم. المقاهي اليوم تيسدوا اشنو هو الرباح ديالو المول ذاك التاجر البسيط الصغير اللي بالفعل انه ما تيبدا العمل ديالو حتى يجيو دوك الناس من العمل ديالهم مع السته والسبعه عاد تيبداو الخدمه ديالو. اشنو هو لحيدنا الثمانيه ودرنا 11 ولا درنا 11 ونص؟ فين كاين الاشكال؟ واننا اليوم تنقولوا للمواطنين راه كورونا كاينه بالليل وبالنهار ما كايناش. اليوم احنا تنشوفوا اشنو هو الواقع الحقيقي المر اللي تيعيشوا الاقتصاد المغربي وسيرتو الاقتصاد الهش
اقتصاد اللي فيه بول بيسري وفيه بول القهوه وفيه بول الصداق وفيه وفيه وفيه. اليوم راه الناس تيعيشوا واحد مجموعه ديال الازمات ولا بقينا غاديين بهذه الطريقه هذه، راه كاينه بعض الجهات اليوم صبحنا تنشكوا انها تتحاول انها تخلق واحد المجموعه ديال المشاكل داخل المغرب. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.